التقنيات بتاعتهم، فدي صعبة قوي ان احنا نعملها. يعني الاسهل حاجة ان احنا نعملها الانجليزي، لكن او انجليزي الفرنساوي، فرنساوي الفرنساوي اه الحاجات اللغات السهلة، لكن الرئيسية. احنا رايحين للاصعب، ورايحين للاصعب علشان بقى هم مهتمين بشوية حاجات زي اللي عندنا. يعني الحشاشين روسيا مهتمين جدا بيه، طبعا هي الجزء التاريخي اللي فيه التاريخي اللي فيه العالم مهم. كله بيتكلم، يعني بنشوفه في حتى في مسلسلات زي ذا بلاك ليست وغيرها بيظهر يعني ذكر ليها. استاذ احمد فايق، يعني الحقيقه انا شرفني ان انا تعاملت معاك في اكثر من موقف وموقع، وفي كل مره الاستاذ احمد فايق كان يبدع، وكل مره اقعد ادردش معاه الاقي يعني اتساع في الثقافه والعلم والاتصالات عموما. انت حضرتك بقى في حته تانية، انت ماسك البرامج مش كده؟ والبرامج دي هي بره كل ما تحدثنا عنه، كلمني عن البرامج في رمضان القادم. هقول لحضرتك طبعا بشكر حضرتك جدا على الكلام ده، انا سعيد ان انا موجود في برنامج مساء دي ام سي ومع حضرتك تحديدا، منور يا فندم. وبيتنا دي ام سي متحده الكيان الاكبر طبعا. لا هو مش بعيد، مش هو بعيد. واحد. هقول لحضرتك الصناعه تحكمها مقاييس. حضرتك كنت سالت سؤال مهم جدا، كام واحد بيشتغل في المسلسل؟ صحيح. واجابه سؤال حضرتك، وحضرتك بتشتغل في الصناعه، حضرتك قاعد على الكرسي ده، كام واحد اشتغل في الكرسي اللي حضرتك قاعد عليه؟ صحيح. الكرسي بتاع حضرتك ده واحد من مئات او الاف الاجزاء الصغيره اللي جوه الصناعه، من لحد الكوباية الصغيرة لحد أو الكوبايه الورقة لحد اللي احنا السجاده دي. ماسكينها. فبالتالي في الصناعه دي بيشتغل فيها من اول العامل اللي بيصنع السجاد، لحد النجار اللي بيعمل الكرسي، لحد الحداد. دول اسمها العماله الغير مباشره. مباشر. لكن العماله المباشره اللي اتكلم عليها الدكتور عماد باستفاضه، اللي هم ممكن يكونوا 250، لكن لو حضرتك حسبتها اقتصاديا لا، المسلسل ممكن يشتغل فيه ألافات. الاف مش مئات، الاف. لكن هو دايما ايه، احنا بنبص للي هو العماله المباشر. المباشره. لكن تعالى بقى اقول لحضرتك الصناعه، يعني ازاي بيتم صناعه برنامج، زي ما بيتم صناعه مسلسل. هو الفرق الوحيد ما بين صناعه البرامج وصناعه المسلسلات انه البرامج ما فيهاش يعني ما نقدرش كل شويه نقفل برنامج ونفتح برنامج جديد. بياخد امتداد. البرنامج هو امتداد، هو علاقه، يعني علاقة عشرة ما بين البرنامج وما بين السادة المشاهدين، زي ما حضرتك بينك وبين الناس عشرة. لكن احنا بنعمل نوع من التطوير جوه البرامج اللي موجودة، بالإضافة ان احنا كل شوية بندخل حاجة جديدة. المسلسل لا، انا كل سنة لازم يبقى في عندي مسلسل جديد في قصة الوقت ده تانية بس. وممثل تاني لكن ومخرج تاني تعالى بقى وكاتب بص تاني. حضرتك للترابيزة اللي هي ترابيزة صناعة الموضوع، سواء برنامج او مسلسل. اللي بيحصل فيها ان فيها مجموعة من المندوبين، يعني مندوب عن كل حاجه، يعني بيبقى في واحد مسؤول عن الوكيل الاعلاني، شركه بي او دي، فهي قاعده معانا. بيبقى فيها حد مسؤول عن المحتوى، احنا ما عندناش قرار فردي، احنا مجموعه بتصنع قرار مع بعض. حتى في البرامج يعني، كل حاجه يعني طبعا، برضو لانه انا الأساتذة ما معاك في فيش، انا ما البرامج اقدرش اخد، سايبينك يعني. طبعا ما اقدرش اخد قرار في صناعه اي برنامج بدون الرجوع لبقيه شركائي في الصناعه. الشركائي دول الوكيل الاعلاني، الانتاج اللي هو بيقول لي ده بيتكلف قد ايه، او شركه الانتاج او طرف الانتاج اللي موجود معايا، التوزيع، لانه اذا خرج عن حد معين من الانتاج فتبتدي دي تقول لا انا لازم انا مش ادخل، هقدر ابيع على السعر مش ده، هقدر ابيع مش او هعرف كده، اجيب او ده. انا اقول لها طب انا هقلل البادجت، انا مش عاوز ابيع، انا عندي اهداف تانية ممكن تكون مش عاوز انتشر، عاوز اشتغل بيه محلي اكتر. فكل الاطراف دي بتقعد مع بعض. وعاوز اقول لحضرتك حاجه، بطبيعه الحال كل طرف بيحاول يشد المساله ليه. يعني الوكيل الاعلاني عاوز يخليه عاوز يجيب تجاري اعلانات اكتر، بتاع المحتوى عاوز يخليه في قيمه جذاب مضافه اكتر، وجذاب اكتر، وبتاع التوزيع عاوز يحقق، وبتاع الانتاج عايز يوفر. وبتاع الانتاج عاوز يوفر، حضرتك عارف. فالترابيزه دي لما بتقعد مع بعض، واحيانا بيحصل فيها مناقشات، والمناقشات دي بتكون مناقشات، يعني مناقشات حقيقيه في مصلحه العمل، بيحسمها طبعا استاذ عمرو الفقي لما يكون المناقشات توصل لمرحله من يعني. لكن في النهايه احنا تيم واحد او فريق عمل واحد بنقدر نعمل، بتختلف المصلحة. طبعا طبعا، والميزة هنا ولو ما إن اختلفناش مش هيطلع حاجه كويسه. انا صحيح. بقول لحضرتك بشكل واضح، الميزة الميزه في الموضوع ده ان هي الشركة المتحدة خلت ده صناعة، احنا بنرجعها تاني صناعة، لانه بقالها كان شوية ما هيش صناعة، هي ما معلش ال هقول التشبيه اللي هو على اتفضل. ايامي عشان انا راجل عجوز يعني. لا قطاع الانتاج في التلفزيون، هل ده قطاع الانتاج المتطور، الصورة المتطورة؟ لان قطاع الانتاج عمل حاجات عظيمة في التلفزيون
بإمكانيات ضعيفة كانت موجودة في التلفزيون، لكن اللي موجود في الذاكرة بتاعتنا الحاجات الحلوة قوي موجودة إنها خارجة من ده. هل إحنا بنعيده بقى بالشكل الجديد المتطور؟ اسمح لي أنا ممكن أعلق على الموضوع ده يا أستاذ أسامة بعد إذنك، لأن أنا اشتغلت في قطاع الإنتاج أو أيام قطاع الإنتاج وشركة صوت القاهرة، اشتغلت من أيام ما كنت في مسلسل ساكن قصادي والخروج من المأزق وربعة تعود من سنة 93 وأنا موجود في المهنة دي. أنا بتكلم على قبل كده بشوية يعني. أنا بحكي لحضرتك يعني لأن الوقت دوت اللي لحقته. أنا هقول لحضرتك ساعة الدراما سنة في التسعينات والشركة المتحدة دلوقتي كانت من أميز الأعمال الفنية اللي موجودة من طبعا من بداية الستينات والسبعينات لغاية بدايات التسعينات. الشركة المتحدة بتعمل أكبر من كده بكتير قوي. أنا قصدي بقول عشان كده بقول الشكل المتطور مش كده وبس، وأبديت بشكل كبير قوي النهاردة. إحنا ممكن نعرف بعض كأشخاص بقالنا سنين طويلة جدا، أنا وعلا والأستاذ أحمد ودينا والماركتينج وبي أو دي وكلنا كأفراد.